لكم. أنا مواطن من قرية سنجل قضاء رام الله، لكن أنا موجود حاليا في قرية الديرة، هي أيضا قرية من قضاء رام الله. وإحنا اليوم الأثنين 11/6/2012، وحاليا هي وقت صلاة الصبح. فأول شيء حاب أعرف عن حالي، بس مش راح أذكر اسمي طبعا. أنا موظف من في جهة من أجهزة السلطة الفلسطينية، وحاب أقدم شهادة بخصوص الوضع الراهن في فلسطين وعلاقته مع العالم الخارجي والسياسة الدولية بشكل عام. أول شيء أنا شاركت في عدة اجتماعات مع مسؤولين في السلطة الفلسطينية، وكان في عدة مسؤولين أجانب، وكان من أحد هذه المسؤولين هو مسؤول الباد إنفست اسمه محمد الفرة، وهو بيشتغل طبعا بالتعاون مع السلطة الفلسطينية. حاب أعطيكم بس معلومة إنه هذا الشخص محمد الفرة عمل عدة اجتماعات مع مسؤولين أجانب ومع مسؤولين ثانيين من السلطة الفلسطينية، ومنهم كانت مسؤولة يهودية فرنسية مرشح للانتخابات التشريعية الفرنسية. وهذه المسؤولة طبعا هي بتدعي انها صديقة للرئيس الفرنسي ساركوزي، وانها فيها تعطيهم وعود لإقامة الدولة الفلسطينية. لكن صحيح انه إقامة الدولة الفلسطينية شيء مهم، بس لما تكون على حساب سرقة فلوس الأطفال والعائلات الفلسطينية من شان أهدافهم الشخصية وتوزيعها على المسؤولين وأصحابهم، بس على الأشخاص اللي عملوا المشروع معاها السلطة الفلسطينية بحجة الدولة، طبعا شيء مش مقبول نهائيا، لا بالنسبة لي ولا لأي حد، أي شخص ثاني طبعا حيعرف هاي المعلومات. كم من عائلة فلسطينية طبعا بتعاني من الفقر والجوع، مشان محمد الفرة وشركائه بيسرقوا الفلوس مشان ينجحوا عضو في مجلس التشريع الفرنسي، واحدة فرنسية يهودية وبدأت تقيم الدولة الفلسطينية، طبعا شيء ما بيتصدق ولا بيتعقل. واحنا كنا عارفينها لا راح تعمل لا شيء لا للدولة الفلسطينية ولا للشعب الفلسطيني، لكن اكيد راح تقدم بجوز خدمات شخصيه للمسؤولين اللي ساعدوها عشان تنجح، وراحين يسرقوا الفلوس ويحطوهم في جيابهم وفي جيابها طبعا. فمشان هيك انا بشكركم كثير وانه تنشر هاي المعلومات، لان هاي معلومات مهمه جدا لمستقبلنا ولوطننا وكل واحد في الشعب الفلسطيني وفي الخارج كمان، الفلسطيني في الخارج لازم يعرفوا هاي المعلومات. شكرا كثير، وبتمنى انه هاي المعلومات توصل في اقرب وقت ممكن. مع السلامه.